يقول الكاتب والفيلسوف الفرنسي فولتير: سئلت عمن سيقود الجنس البشري فأجبت: الذين يعرفون كيف يقرؤون. أما ابن المقفع فيقول عن الكتاب: كل مصحوب ذو هفوات والكتاب مأمون العثرات. يعني الكتاب عمره ما يقطك على صخر مثل بعض ربعك. أيضا يقول أحد الفلاسفة: الكتب سعادة الحضارة، بدونها يصمت التاريخ ويخرس الأدب ويتوقف العلم ويتجمد الفكر والتأمل. كلمة مري تذكركم بشنو؟ المرية أو بنو مرة من القبائل العربية اللي شهرت بأنها تعرف أطباع الشخص من ملامحه، وهذا اللي نعرفه إحنا بعلم الفراسة أو علم القيافة، يعني نعرف الواحد من قيفته. هالعلم اندثر فترة ويا علم النفس وأحيا من جديد وبصورة علمية بحتة. نعومي تكل اسمها ارتبط بعلم الفراسة. هالمرة اصدمت العالم بدقتها لدرجة أن الشركات العالمية الكبيرة قاموا يستعينون بخدماتها في اختيار الموظفين. إيه رئيسة مؤسسة لغة الوجوه، وقال عنها المخرج السينمائي جيوف تومسون أن كل اللي قرأ عن نيتشه وغوتشه وبلايك والكتب الدينية ما كان بدقة اللي عرفته نعومي من صورة طرشها لها. وهالشيء تلقونه في كتابها: ما الذي يميز الناس ولماذا، اللي حطت فيه كل خبرتها مقسمة ب17 فصل تتكلم فيهم عن ملامح الوجه وتأثرها بالمزاج، انفعالات العين، الخشم، وعلاقته بالكرم والبخل. هذا زين حق الحريم قبل الزواج. الحواجب تقول لكم إذا هالشخص أموره ياخذها بعفوية وتلقائية ولا يدرسها صح. الفك يقول لك هالشخص يجادل ولا يجاريك. تخيلوا اليبهة تقول لكم إذا الواحد صبور أو لا. وتقول نعومي في فصل الإذن إنكم تقدرون تعرفون إذا الشخص خيالي أو واقعي، والشفايف شكلهم يقول لكم إذا هالشخص يقرق ولا يعطيك مختصر مفيد. وبالأخير تعلمكم شلون تستخدمون كل هالتفاصيل في التعامل مع عيالكم، وشلون تحسنون علاقاتكم مع الناس اللي حواليكم. يتناول نفس الموضوع ويحمل عنوان: يمكنك قراءة لغة الوجوه. ومن أهم الكتب اللي تناولت هذا المجال أيضا كتاب خليل حنة بعنوان علم الفراسة: قراءة الوجوه والأفكار والحاسة السادسة، وكتاب طريقك نحو القمة: إدارة الذات وعلم الفراسة للكاتب محمد السيد من إصدار دار النشر للعلوم والتوزيع. والمزيد من المعرفة أنصحكم بقراءة هذه الكتب كلها، وبالذات كتاب ما الذي يميز الناس ولماذا لكاتبتنا نعومي تكل. على أمل اللقاء بكم مع فقرة جديدة من فقرات الكتاب. مع السلامة.